We've been hearing it's trending, and you're getting to know it more It has a nice name, no Pickleball. So, first of all, we're going to start with, uh, I want you, Aghi, to introduce yourself. Welcome to you today. My neighbor. Thank you. First of I want you to introduce yourself and tell us, first of all, why is it called Pickleball? And what is Pickleball? no, we want to know what Pickleball is and why it's trending Hello. بيكل uh, بول يعني طابة كبيس هلا no. <applause> <applause> من الاخر بس هذا شيء كثير مهم بس بدي الناس تعرف عنك اول شيء tell me a bit about you so اسمي نجوى مراد انا جنرال مانجر تبع بيكل بول كلوب بلبنان <متحد> وكمان رئيسة الاتحاد تبع البيكل بول بلبنان uh, جبت البيكل بول من شي سنه ونص كنت ساكنه برا بامريكا معظم حياتي وقررت من شي ثلاث سنين انقل على لبنان اللي أو... ما <متحد> <إجد متحد> بيعرف امريكان الكونسبت بيكت بول هي اصلا أمريكا صح من سياتل okay. اوكي صار لها اللعبه من 1965 موجوده بس بلشت كثير تنشهر بوقت تقريبا وقت الكورونا okay. اوكي أه بامريكا كثير تفعل ال اللعيبه عدد اللعيبه فيها بين 2020 و2023 في شيء 44 مليون لاعب جديد بامريكا بس اوكي تنس comparatively أه 3 ملايين هون رح نبلش از ات مور اكسسبل بامريكا يس مور أنا لانه عملوا يعني تقريبا they converted كل التنس سبورتس عملوهم بيك courts يعني كل تنس كورت في ينام عليه ملعبين او ثلاثه اوكي okay. وان شاء الله بلبنان هيك كمان عم بيصير لانه في كثير محلات عندهم ملاعب تنس هون يا يعني عم نزيفهم للبيك بول حتى ما ما يدفعوا مثل ما بيدفعوا بس ليه؟ لانه وصلنا لمحل انه تنس از مينلي سيماي تو برو

كذا سنة ايه. بنكسروا يمكن مرة كل شهر كل شهرين كرياضة يعني اليوم طريقة اللعب الروز هيدا is it more consumer friendly and this is one of the reasons هلا البيكل بول أه، فيك تلعبها من عمر سنتين لعمر تسعين سنة في عندها رولز بس منهم كثير يعني صعبين أه، تغرق تتعود عليهم وبعدين كثير خفيفه على الجسم يعني ما في عندك هالقوه اللي لازم يكون عندك اياها هلا الباكيت خفيفه طابه خفيفه والملعب كثير صغير. Uh, والناس عم بحبوها لانه عم تخلق سوشيال كوميونيتي كثير حلوه انه يعني بيجوا الناس ما ضروري يكون عندهم ثلاثه او اربع اشخاص ليلعبوا معهم بيتعرفوا على ناس على الملاعب وبصيروا يلعبوا معهم بيتعرفوا على بعض بصير مرة جاي بيحكوا مع بعض انت جاي ولا مش جاي و When you first decided to uh, have it here in Lebanon، كيف كان السوق؟ شو كان الوضع بوقتها؟ كان بعد ما في شيء هلا انا وقت جيت من ثلاث سنين نقلت yeah. لهون ما كان بعد, بعد ما كان تقريبا نص كورونا وما كان في كثير اشياء بنسى بن انا مرات بنسى انه كوفيد يا يا سو كنت جايبه معي بورتبل نت اوكي واربع راكتات وطبت اوكي okay. سو so, صرت اسال اصحابي جايبه لعبه جديده بتحبوا تجربوها كنت هيك فور فن ما no كان في نو بوينت بزنس لا لا اي واز اي واز ستيل وركينج كوربريت امريكا وقتها جيت اوكي انترستينج يا فصرت العب مع اصحابي كل ما يجي حدا يلعب يقول له اوه بدي اجيب كذا معي بين الضحك واللعب صرنا عم نستاجر ملعب فؤاد شهاب ثلاث مرات بالجمعه شي ساعتين كل مره وعم يكبر الجروب وشو كان الفيدباك اول شيء؟ كثير حبوها كثير حبوها الناس لانه كثير خفيفه على الجسم وكثير سريعه بنفس الوقت يعني انا بحرق ألف كالوري كل يوم بس من اللعب بتلعبي كل يوم؟ بلعب كل يوم واليوم سو موفينغ تو ورد ليه <تكلم> قررت تصير بزنس؟ انا دائما كل حياتي بحب السبور ايه فوصلت لوقت انه زهقت من كوربريت امريكا وحبيت اعمل شيء كوميونتي لحتى يكبر الكوميونتي بلبنان ويخليها هيك شوي تكون هوموجينيك مثل ما بقول ف اجت الفكره حكيت مع خيي خيي ساكن بامريكا قلت له ما في بيكل بول بلبنان شو أولك لك شي شيء ملعب هون هيك عجبته الفكره وأسس إنه انه منكبرها لانه لنفوتها بالمدارس وهيك ونلاعب اولاد ونخليهم يفكروا باشياء غير الكمبيوترز والشو عم بيصير بالبلد وهيك اشياء هيك اجت الفكره. وهاو ديد يو جيت يور فيرست كورت شو صار كيف كيف صرت الدوري على محل ولا يو ونت اكشولي فور تنس كورت وحولتيهم؟ لا uh, ساقبت كنت اعمل تريننج بيرسونال تريننج uh, بمدرسه بي الانطونيه بالجيم تبعهم okay. عم بحكي مع جنرال مانجر عم بقول له عم فتش بدي اجيب لعبه جديده وات ايفر قال لي اه في انا عندي محل لك منيح اوكي اخذنا على ثاني ميله من الهيدا في عنده المساحه كان بتعقد الانفايرمنت كثير حلو بتحس حالك قاعد بريزورت وفي اندور سبيس يعني فينا اعمل فيها اندورز كمان سو انا وفاتي بس بلشت امشي يعني في انرجي كان كثير حلوه بس يوم هاو وات از بيك ان كورت يعني كيف مقسمه كيف هي شو بتكون دايمنشن وايز كومبيرد تو تنس ونفس الشيء بنشوف خيطان خيطان uh, زيوح معينه فور سبيسيفيك زونز تو جو تو شو الادد في مثلا في فكره النت ما في فكره النت هول القصص كلها يو بلاي ات سام تايمز تو فيرسز تو يعني كل هول القصص في كيف الفاوز معين اذا ضربت على ايد الراكيت كمان في فاول يعني كيف هول القصص كلها؟ اوكي okay, سو so اللعبة الملعب بالضبط مثل ملعب التنس شكله اوكي okay. نفس الأرض مثل ملعب التنس آه بس أصغر 13 ب 6 يعني 13 mm -hmm. متر ب 6 متر يعني إذا بدك تحسب عم تلعب اثنين ضد اثنين شخص واحد إذا مدد إيديه بيغطي نص الملعب يعني فكثير هين القصة آه في منطقة اسمها ذا كيتشن أريا أساس ذاتس وير يو كيب ذا بيكلز فعلى الكيتشن اريا في سبيسيفيك رولز انه ما فيك تفوت طابه فولي من الكيتشن يعني اذا جاي الطابه ما تجرك ما فيك تفوت وتكبسها من قلب الكيتشن اذا انت واقف بقلب الكيتشن سو <applause> <applause> so بدك تكون واقف برات الكيتشن بس هيدي ليه لانه انه كمان ما بيعرف سو الطابه ذا dynamics تبع الطابه بتفتجر اكزاكتلي وما في شيء جوا والهوا بيلعب فيها كمان لا صح صح, عندك عندك صح yeah. في عندك كتابات مختلفين عندك اندور اوت دور فيها فقوطه اكبر هيدي للاندور لحتى تشمل هوا شوي زيادة فيها فخوتة اصغر للاوت It's بس ميد ويل ميد طريقه انه اذا بضرب من الشمال على اليمين ات جوز جوز فيك تعمل فيها سبين وتوب سبين واندر سبين وكل شيء وحتى البادلز في اشياء في, في بادلز خصوصي مشان سبين وكنترول You have the defensive, offensive aspect of it. Emptying oh, okay, okay. not to, uh, okay, okay. to attack or kill. And you play it friendly. The normal is how many rounds? Kiften lah? Shubisir? The game is up to eleven. Eleven rounds. Okay. Eleven points. Okay. Side out scoring. Yeah. Sorry, yeah. Side out scoring meaning uh, you only score points if you're serving. اوكي okay. يعني اذا الفريق الثاني عم يعمل سيرف وانت ربحت النقطه بتاخد السيرف بس ما بتاخد نقطه اوكي okay. مثل كيف كان الفولي من قبل سو so بيطول اكثر الجيم تكنيكلي تكنيكلي ايه حسب مين عم تلعب uh. <laughs> <تصفيق> whether <تصفيق> you're playing singles or doubles هلا في مرات عم يلعبوا رالي سكورينج خاصه بال بأميركا بامريكا رالي سكورينج فيك تلعب لل 21 اوكي بس كل ايتش بوينت كاونتس يعني ربحت ولا خسرت ات كاونتس اذا اليوم بدنا نحكي عن غير رياضات الدرايفز من اي رياضه بالضبط ولا اي رياضتين بركة؟ اي ثلاث رياضات اوكي okay. بتجمع تنس بينج بون بادمنتون مع بعض اوكي okay. uh, التنس مثل ما قلنا ملعب التنس درايفنج فيه مثل التنس كثير استراتيجي كتير uh, كثير بتجي من البادمنتون وفي uh, ضربات كمان مثل بينج يعني عندك شويه كوبي عندك توب سبين وهيك اشياء اوكي يوم اون اون يور On your business aspect, when Surto of Lyom, How became Mahal, came how does it work? Uh, are you is it a franchise a format? Is it not? Do you build every station you do well? You have the option of you uh, building the facility for someone and then you exit. And how does it work on the business aspect, yom have Different ways of doing it. I'm ni mm franchise. -hmm. بس نفس الوقت مسموح لحي حدا يفتح كورت ايه أه انا شغلت اللي بعملها انه حي حدا بده يفتح كورت اذا ما بده يعمل فرانشايز او بده يعمل بارتنرشيب فيني ساعده بال كيف كيف لازم يعمل الكورت وين لازم يجيب الاكوبمنت يعني أه نعمل تريننج بالاول ايه مور اون كونسلتنج بيسس لا حتى كمان فينا نبيع اكوبمنت هيدا قصدي فل ملعب كله ايه كود بي بيلد باي يو جايز فور اذر بيبل صح صح اوكي أنا كيف حنحكيها كمان كيف البادل صح بس مشكله البادل انه وصلنا لمرحله صار انه مين ما كان عم يفتح بادل سو so sometimes تايمز في قصه خطوره انه you don't know the sport but you open the facility itself صار. book now book now book now book now اليوم uh, trainer pickled في يكون trainer tennis ولا لا <laughs> trainer tennis بده بده ينعمل له certification I see a trainer pickled okay, so the, ru my... the rules are different the strategy is different إنه في كذا شغلة مختلفين لازم يتعلموا. بس بس it's not إذا إذا هو he's a really good coach in tennis or badminton. it's very easy for them to convert and become بس كيف بياخذ دورات وين كيف بتصير؟ online. هلا initially I can do some of the training. okay. I'm certified to do training. Where did you do Uh, however, uh, because I'm registered. I registered Lebanon with the International Pickleball Federation. Nice. now we have access to people that can come and do certifications here as a female. Has mean the about your federation? Huh? Well, not yet. Uh, we're working on actually doing the federation. federation, We have enough clubs to do the federation, and we're as we speak, my lawyer is working on it. Nice. <laughs> That's a good uh, yeah, thing, and it's a good step. But no, so, this will open up for competitions, a team to represent, but you know, i represent. what are the international competitions? obviously, by america. america, is in europe. So there's actually 16 countries around The okay. international competitions, main ones, when we see it. when we see we america, we see it spain. it's moving fast. Uh, maldives, we see india, we see it. Uh, I'm actually planning on going to Spain هلا في سبتمبر. Okay, nice. هونيك ما هديك يعملون على البحر يا بياخذوا كثير رياضات على البحر. في actually في some version of pickleball على الرمل. Not surprised. عن جد thank you so much for your time and بهيدي الحلقه شوي حكينا عن هيدا السبورتس اللي عم بضج الدنيا وناس تفهموا اكثر وتفهم كمان انه not just the aspect sometimes sports might just trend So, اليوم إنه كمان نحكي شوي أكتر كمان عن الأسبكت of, إنه مثل ما يو سيد يعني اليوم التنس كورت أنا ما كنت فكر فيها في كتير تنس سكورتس أوكي very niche بس فيري نيش limited time ليمتد تايم وذيس إز ويست أوف سبيس، I'm sorry to say it بس بالآخر يعني في في ضل في محلات معينة فور ذيس بس يو كان ري spaces سبيسز هون بنرجع هذا آخر سؤال. To the indoor aspect لأنه اتس مولر يو كان يوز يعني مثلا كيف بنرجع أيام سكواش كان بساع بالجيمات سكواش كهيدا تقريبا فينا نحكي انه this could be introduced كمان the جمعت indoor بهالطريقة يعني in a classroom turned into a pickleball صح حسب الدعال هو السقف حسب الدعال هو بس في شغلة أنا بدي أقولها مهمة غير عن هذا انه it's really it's a family activity اوكي okay. يعني في كثير اهالي عم بفكروا شو بدنا نعمل نحن اولادنا يا اما بروحوا بحطوهم بسكور لوحدهم هذا بس هيدي اكشلي كل العائله فيها تلعبها سو انا عندي مثلا نهار السبت تيجي بيجي الام واولادها وهذا بيجي بياخذوا كورت بيقعدوا بيلعبوا مع بعض بس كمان عم تحكي فيك تعمليها بالبيت مو يعني مثلا فيك تشكي اثنين ومثل ما انت جبت النت تبعك فيك فيك تشتري بورتبل نت اذا عندك جنينه برا فيك تحطها وتقعد تلعب برا اتس بس اتس ريلي اتس نايس لانه creates a فاميلي اكتيفيتي لحتى هاز a امباكت than Uh, so year, can you, come yeah. in. This is helping a lot yes, when yes, it yes. comes to playing with a kid or whatever. Yeah. So, low impact Alea, is different than yeah. the other two year old can be, become the two years to 90 years old. Mm -hmm. a racket was a seven eight ounces maximum. So, uh, here, thank you so much for your time. Thank it was a you. pleasure.